جراحون من مختلف ولايات الوطن تطوعوا بفحص مجاني وإجراء عمليات جراحية لأشخاص يعانون من أمراض الأنف والحنجرة. فالطفلان بن علي ومقراني من بين هؤلاء المرضى الذين استفادوا من هذه العملية بعد معاناة لسنوات، وذلك بالمؤسسة الاستشفائية بحسي بحبح. رانا جينا اليوم الأطباء الإخصائيين هذول لعملية جراحية الأنف والحنجرة والنقانق، وبعد معاناة وليدي عنده فات ما فوق 8 سنوات أو 9 سنوات هو يعاني من هذا المشكل تاع النقانق هذا. رانا جينا نديروا عملية جراحية على النقانق، واليوم اللي كنا نعانوا منهم بزاف واللي ضرينا منهم ياسر الحياة، رانا جينا نديروهم. اللي هما جاونا طب من الجزائر و مبادرة إجراء أزيد من 200 عملية جراحية للأطفال أقل من 20 سنة نظمتها جمعية أصدقاء المريض بالتنسيق مع مستشفى المدينة لقيت استحسان المرضى، خاصة وأن مثل هذا التخصص تفتقر له مستشفيات الولاية. ليس فينا من لم يرحم صغيرنا، عملا بقول النبي نحن كعمال مستشفى العمومية الاستشفائية حسي بحبح بالتنسيق مع أطباء أخصائيين من ولاية تيزي وزي، ولاية الجزائر، ولاية بوسعادة، تم التنسيق معهم في تخصص جراحة الأنف والحنجرة، حيث أن الولاية تفتقر لهذا التخصص، وتحت إشراف مدير المؤسسة مدير الصحة لولاية الجلفة تم تنظيم عملية توأمة، حيث هذه العملية التوأمة قمنا بفحص 770 مريض من حوالي 770 تم فرز 240 عملية. اليوم رانا نقوم بإجراء عمليات حوالي 200 عملية جراحية اختصاص أنف وأذن وحنجرة، ونشكر الأطباء اللي جاونا من مدينة تيزي وزو الجزائر العاصمة بعد ما أجروا فحوصات طبية مجانية. وتبقى مثل هذه المبادرات الإنسانية تبعث الأمل في إصلاح المنظومة الصحية على من يطلق عليهم ملائكة الرحمة، باعتبارها تقلص مدة أجال انتظار المرضى وتخفف العبء على مصاريف هؤلاء.